احنا كان لينا دور يعتبر مهم في الفتره بعد الثوره في بعض احياء القاهره والجيزه وكفر الشيخ وعده محافظات اخرى، قمنا فيها بتسليط الضوء على عده مشاكل خاصه بالمجتمع المحلي، وقمنا بتقديم حلول احنا ومجموعه الشباب اللي معانا، والحمد لله قدرنا نوصل لحلول معقوله. لسه المشوار طويل ولسه قدامنا حاجات كتير جدا تتعمل، لكن برضو قمنا بمشوار مهم جدا مع لجنه الخمسين في المواد الخاصه باقرار اللا مركزيه والمجالس الشعبيه المحليه. طبعا واجهتنا صعوبات في المايند سيت او يعني المفهوم اللامركزيه ومفهوم الشراكه المجتمعيه مع الاحياء والحكومه، لان ده حاجه غير يعني غير متعارف عليها في مصر خاصه قبل الثوره، لكن الحمد لله قادرين شويه شويه نتخطى ده، وان شاء الله هنوصل لنتيجه مهمه احنا وكل المجموعات الشبابيه الاخرى اللي بتشتغل. احنا ما شفناش تجارب شبابيه كتير في اللقاء اللي احنا كنا فيه، معظم التجارب كانت كلام عن المسؤولين الحكوميين وهم عملوا ايه مع الشباب اللي عندهم او المجموعات او التشكيلات الاجتماعيه اللي عندهم، لكن ما قدرناش نسمع من الطرف الاخر، فالكلام اللي هم بيقولوه يحتمل الخطا والصواب وهو من وجهه نظر واحده.